بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. هل تريد أن تدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب؟ سنن عظيمة لو عملتها في يوم واحد تكون قد تأسيت بسيدنا أبي بكر الصديق، وتضمن الجنة، تضمن حسن الخاتمة، بل وتدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، كما قال كثير كثير من العلماء في تفسير هذا الحديث العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم اليوم أصبح صائما؟ فسيدنا أبو بكر: أنا رسول الله. قال: ما منكم اليوم شيع جنازة؟ قال ابو بكر الصديق: انا يا رسول الله. ما منكم اليوم تصدق بصدقه؟ سيدنا ابو بكر الصديق قال: انا يا رسول الله. قال: ما منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: انا يا رسول الله. قال: من اجتمعت فيه هذه الخصال الاربع في يوم واحد دخل الجنه او دخل الجنه. قال العلماء: لو عملت الاربعه دول في يوم واحد تدخل الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب. يعني فعلت خصال من اعظم الخصال اجتمعت فيك في يوم واحد، كانك اصبحت امه. انت شيعت جنازه وتصدقت وصمت وعصت مريض. طب لو انت عملت ثلاثة من الاربعه باذن الله تدخل في نطاق هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا عندما يسال عن اشياء ويحدد فيها عددا، فعندما يقول له الصحابه رضي الله عنهم والدليل من السنه يعني يستثنون، يقول عدد اقل، يقول له: من كانت له ثلاث بنات فادبهن وعلمهن وزوجهن فاحسن تدبين وتعليمين حتى يتزوج كنا له حجابا من النار. في روايه اخرى: كان معي كهاتين في الجنة. وروايات كثيرة في هذا الحديث. فالصحابي قالوا: يا رسول الله، لو سنتان اثنان؟ قال: لو اثنان. ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فرأينا لو أن قلنا له واحدة لقال نعم. وحديث آخر: ثلاث من اجتمع من أتى بهن مع الإيمان يوم القيامة فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزوج من الحور العين كيفما شاء. من قضى دينا غارما في السر ومن عفى عن قاتله ومن قرأ قل والله أحد 10 مرات دبر كل صلاة. سيدنا أبو بكر الصديق قال له: لو واحدة يا رسول الله. قال له: لو واحدة. هتشوف بقى ليش اثنين، مع أنه الرسول قال ثلاثة. وده يوريك أهمية قراءة قل والله أحد بأقل أقل 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 تقدير تقرأ 10 مرات بعد كل صلاة. وده يؤكد إن أنت لما تقرأها 10 مرات بيبنى لك قصر عظيم في الجنة كما ذكرنا سابقا. يبقى اقل حاجه خالص قول الله واحد المفروض تبقى 50 مره، لكن سيدنا ابو بكر شوف سيدنا ابو بكر فقه، قال له واحده، قال له واحده. يبقى اذا لو تعذر عليك ان انت تزور مريض يكفي اعمل الثلاثه دول. عرفت ان بكره هتشيع جنازه لازم تصحى صايم. اصحى صايم، وعرفت ان انت هتشيع بكره جنازه اصحى صايم. بعد ما تخلص الجنازه تصدق بصدقه. والله قدرت تزور مريض يبقى ونعم، ما قدرتش يبقى انت فعلت الثلاثه من الاربع و تضمن حسن الخاتمه وتضمن الجنه. ان احنا غرقونا في الذنوب وغرقونا في الكبائر، كل منها تنايت، يعني مش عارف هيختم له بايه، خاتمه سوء ولا خاتمه، ما حدش هيعرف الخاتمه. لكن انت لو عملت الكلام ده تضمن باذن الله حسن الخاتمه بنص حديث صلى الله عليه وسلم. لذلك العارفون بالله يفعلون هذه السنن كثيرا. اصحاب الالباب يعرف ان بكره هيجي شيع جنازه لازم يصحى صايم ويتصدق بصدقه. في ناس تخش التامين الصحي بعد ما يطلع ويخش يزور مريضا ويتصدق عليه باطعمه او شيء، يبقى فعل الاربعه في شيء، فتدخل الجنه بغير حساب سابقه حساب ولا عذاب. ومين ما يحبش يخش الجنه دون سابقه حساب ولا عذاب؟ يعني تصل الى اعلى درجات الجنه ما يكونش ليك حساب ولا عذاب. كما قال مفسرون محدثون في تفسير هذا الحديث. انا هكتب لكم الحديث تحت الفيديو، يا ريت كل واحد سمعني الان انتهز الفرصه ان اغتني بصحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرمك قبل هرمك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتني بخمس قبل خمس، فراغك قبل شغلك. فبكره انت عرفت ان بكره شيء جنازه، فرصه اصحى صايم. مش قد الصوم يوم واحد في سبيل الله، الصوم يوم واحد في سبيل الله يعني يبعدك عن النار 70 خريفا، يبعد بينك وبين النار او يبعد بين وجهك وبين النار 70 خريفا. الصيام له ثواب عظيم جدا. يبقى هتكسب ثواب الصيام، وهتكسب ان انت تفعل هذه السنن في يوم واحد فتضمن حسن الخاتمه وتضمن الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، كما قال قسيم المفسر. وهذا باذن الله يكون صحيحا. وهكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو. انسخون شروع نشر هذا العلم في صواب عظيم، ونعلم علما في الاجر عميل بيوم القيامه. لا ينقذ ذلك من بني شيء. تشوش شغيل الجرس في الاشراف القناه لصفحه جديد، ساعدوني 10 سنين. اقول قولي هذا، استغفر الله.